مرة أخرى يعود الجدل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. هذه المرة يعود الجدل على وقع دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات، مدعومة بتوصية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهي الدعوة التي انتقدتها الحكومة اليمنية، معتبرة ذلك تراجعا عن دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، والتي كان قد أقرها مجلس حقوق الإنسان العام الماضي كلجنة تحقيق مستقلة. وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أكد أن هذه الدعوة تتناقض مع اعتراف الأمم المتحدة في بيان لها أنها لم تتمكن من خلال بعثتها في اليمن من النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة بجدية وإيجابية وستناقش التوصية المقدمة، إلا أن إنشاء أي لجنة دولية الآن يتعارض مع اللجنة الوطنية ولا يخدم العدالة، مؤكدا أن المطالب بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو وهو العدالة والإنصاف حسب قوله. يعود أساس هذا الجدل إلى العام الماضي عندما تقدمت هولندا بمشروع يدعم إنشاء لجنة دولية، لكنها عادت وسحبت هذا المشروع ليتم إقرار المشروع العربي الداعم للجنة الوطنية التي كان الرئيس هادي قد أقر تشكيلها في وقت سابق، ونتج عن ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان بدعم هذه اللجنة فنيا وتقنيا. وبينما تستعد اللجنة الوطنية لتقديم تقريرها الأول إلى المجلس، يعود الجدل بشأنها إلى نقطة البداية. فبينما تعتقد الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية لن تحقق القدر المرجو من الاستقلالية باعتبارها لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، ترى الحكومة أن الأمم المتحدة لا تعمل بجهد كاف للحد من انتهاكات الميليشيا لحقوق الإنسان، وأن وراء اللجنة الدولية أهدافا سياسية لا غير. وما إقرار الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على العمل في ظل الظروف القائمة إلا ملمحا عن ذلك الفشل الذي يحيط أداء الأمم المتحدة في اليمن، وخصوصا ما يتعلق بملف انتهاكات حقوق الإنسان.